السلام عليكم المشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام ديالنا، خرجنا لوتوروت دابا، الطريق السريع اللي كاين بين تازا والحسيمه يلا دخلنا ليه دابا كما كتشوفوا. ولكن واحد الشتاء، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوفوا المشاهدين الكرام على الشتاء اللي كطيح هاد المنطقه. المشاهدين الكرام بزاف بزاف بزاف، يلا خرجنا تازا، الطريق اللي كيدي من تازا الحسيمة، تبارك الله تبارك الله. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، واحد الشتا مجهدة بزاف دابا هنايا شوية، تبارك الله. ولكن راه طاحت الشتا، طاحت الشتا الحمد لله صراحة، هاد الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى كبيرة بزاف. مع المشاهدين الكرام، لان درنا فيديوهات ماشي غير واحد ولا جوج اللي درنا اليوم، لان ما يمكنناش نتلقاوهم في واحد النهار، يعني غير باش تعرفوا صافي. الحمد لله كما كتشوفوا الشتاء راه طاح بزاف، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الريح مجهد المشاهدين الكرام،
سيما 137 هذا راه قريب المغرب على المشاهدين الكرام. سبت بوقلان، بوقلان ولا كي سميتهم انا هاد السميك انا دخل بغات تخلي راسي واش طاف هاد السبت هذا المشاهدين الكرام كما تشوفوا ان شاء الله غادي نلقاو الفيديوهات اخرين مور هذا ان شاء الله على حسب الشتاء من هنا حتى الحسيمه ان شاء الله باذن الله. تابعوا معنا الفيديوهات اللي غادي يجيو مور هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله وما تنساوش دعمونا باللايك الله يجزيكم بخير انا دائما مع الجديد. القناة المشاهدين الكرام عامرين بالماء
العشية المشاهد الكرام، يعني دابا وصل وقت المغرب، نتمنى المشاهدين الكرام يعجبكم الفيديو، وما تنسوش دعمونا باللايك ونزلكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.